كليوباترا ما كانتش في سوريا، لكن بعتت لقيصر سجادة هدية مع حارس من حراسها. هي كانت ملفوفة بداخلها. كليوباترا كانت واثقة إنها تقدر تاخد القيصر في صفها، وما لقيتش غير الحيلة دي عشان تقدر تدخل القصر من غير ما يشوفوها. القيصر بيشوف كليوباترا امرأة مختلفة، عندها طموح وفكرها وذهنها حاضرين، بيشوف فيها حاكم يقدر يثق فيه عشان يحكم مصر. ولقها لروما لكنها طبعا بتحب مصر، وده بالظبط اللي قيصر كان محتاجه. اما القيصر بيقرر انه ينصب كليوباترا كحاكم للاراضي المصريه لوحدها، بوسايموس وبطليموس ال13 بيغضبوا جدا من قراره، وبيقرروا انهم يعلنوا عليه الحرب. للاسف الحرب دي كان هدفها الوحيد فرض السلطه والسلطان على اهم بلد موجوده في العالم في الوقت ده، مصر. القيصر بينتصر على بوسايموس وبطليموس ال13، وبيؤمر باعدام بوسايموس ونفي بطليموس ال13 وتنصيب كليوباترا الحاكم الاوحد لمصر. كليوباترا الان تحكم مصر. حلم كليوباترا بيتحقق، وطموح كليوباترا لتكمله مشوار الاسكندر الاكبر في السيطره على العالم بيبدا من دلوقتي. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.